غاية منها أنه يعني نحقق نتائج رياضية فقط، الغاية منه أنه نوفر فضاءات للشباب بتاعنا اللي هم يواجهوا في تحديات كبيرة على المستوى الاجتماعي. تعرفوا أنه يعني ثم مناطق اللي هي تفتقر إلى مركبات شبابية، مناطق اللي ما فيهاش مراكز إقامة، ونحن إذا كان نحب نوصلوا أن شباب في تونس من 24 ولاية يتلقوا فرد بلاصة، لازم نوفر لهم هذه المركبات يعني للإقامة، وهذا ما هوش ديما متوفر. دوك نحن جينا لهنا عندنا نظرة وعندنا فكرة على المشاكل اللي تهم هذه المنشآت، وعندنا يعني حتى توجهات بالنسبة للحلول. حبينا نكون واقعيين ونشوفوا معناتها سوغ تيغان شنو اللي لازم يتم، وهذا هو اللي نحن يعني عملناه، سورتو التواصل مع الأشخاص المعنيين بالأمر في المسألة هذه، وخاصة منهم الشباب، هو اللي يمكن يعتبر بالنسبة لنا نحن دفع لحل حالة هذه المشاكل. ثم راهو ثم حاجات اللي ساعات الناس بيكونوا مهمش متفاهمينها، مش مهمش فاهمين أما مش متفاهمين. ثم إجراءات قانونية اللي تتبع بالنسبة للمنشآت الرياضية بصفة عامة، وثم يعني هنا دي ريسبونسابيليتي اللي هما بارتاجي، وثم العديد المتدخلين في هذه المنشآت بخلاف المقاول، ثم الكونسيبتور، ثم البلدية، ثم وزارة الشباب والرياضة من الأول. دوك هذه الكل إذا كان حلقة منهم تصير فيها إشكال، المشروع يقعد معلق كما صار في المسبح راه به، يتعلق المشروع ولا نوصلوا حتى ديزيلياسيون بتاع الكونترا، شنو اللي يصير كونتر التان؟ إذا كان مثلا تصير ديزيلياسيون وكذا ويقعد 3-4 سنين ما يخدمش، كونتر التان شنو اللي يصير؟ الحاجة اللي تكون بدينار تولي ب10,000 وهكا تولي الاعتمادات اللي من الأول وزارة الشباب والرياضة حطتها تولي ما عادش توصل حتى للربع ولا الخمس بتاع المشروع. تحسين لنا نحن في حلقة مفرقة، هذا هو اللي نحن قاعدين نعانيه فيه في معناتها 80% من المشاريع الرياضية، والعديد من المشاريع اللي بدأت عام 2011 وعام 2012 واللي التوى عودة رجعة تحيا عام 2020 وعام 2021، يعني قعدت 8-9-10 سنين فهمني بش عودة رجعة. دوك شوالينا نحن لهنا المسائل هذه الحلول بتاعها، أولا راهي مادية باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، وعلى خاطر انت كي ترقى بيسين اللي براتيكمون 80% معناتها كامل، ومن بعدك معناتها وقف الوقفه هذيك اللي 20% هو اللي باش تاكل لنا يمكن فلوس اكثر برشا من اللي 80% اللي يتعملوا. دونك نوليو نحن نفركشوا في حلول مع الناس الكل، يعني مع البلديه، مع وزاره التجهيز، مع باش ننجموا اولا نحلحلوا المسائل القانونيه، فهمني كيما المسألة اللي شفتها لهنا بالنسبة لاستاد هذا بالنسبة للمدار، ونشوفوا زادة كيف كيف توفير الاعتمادات المالية، على خاطر تعرفوا زادة كيف كيف حالة البلاد. دوك لهنا يعني لازم يكون ثم تكافل المجهودات تاع الناس الكل، قاعدين نشوفوا لي بون انتونسيون، الناس الكل ولات فاهمة أنه معناتها حاجة كيما لي بيسين وكل شيء لازم يعاودوا يرجعوا يخدم. المشكل ها وشنو بالنسبة للمسابح؟ تشوفوا أنه كمنشأة رياضية تنجم تاخذ وقت لاستكمالها للاعتبارات اللي كنت نحكي عليها، أما ثم مسألة أخرى خطيرة وخطيرة جدا، هو مسألة الصيانة. راهو تعمل بيسين توا اللي تنجم تقول بين 3-6 مليارات، من بعدك بعد عام ولا عامين، وهذا عندنا منه العديد يعني من الأمثلة، بعد عام عامين ما عادش تخدم، وهذا يريناه بنينا في تونس الكل. انا نعطيكم حتى ان اكزومبل بتاع البيسين بتاع باردو اللي ضربت 6 سنين كانت تخدم على روحها، من بعدك شو وقفت باش بعد 6 سنين عاودت تخدم. عندنا مشكل تاع صيانه كبير وكبير جدا. دونك قبل ما نعملوا نحن حتى بيسين لازمنا نفكروا في المسائل هذيا الكل. اسكو عندنا نحن ناس اللي تنجم تعتني بالصيانه؟ اسكو من الاول عندنا الفلوس باش نعملوا البيسين هذوما ولا لا؟ خاطر نحبوا كيف نعملوا منشاه رياضيه
كيما المسابح نحبوها تكون مستمرة في زمن، خاطر تونس توا ولات معروفة في العالم ك يعني بلد اللي هو يدعم السباحة كيما بلد يدعم يعني التنس كيما التايكواندو، يعني ولينا نحن بلد معروف على مستوى الرياضات الفردية. إذا كان وزارة التربية فهمتني تكون هي موفرة يعني المقر وكل شيء، نحن ما عندنا حتى إشكال كوزارة الشباب والرياضة. ثم إشكال راهو على خاطر راهو سمعنا حاجات اللي هي لا تمت إلى الواقع بيصير. نحن عندنا إذا كان يعني توسكي لي سبورتيف إتو راهو يخضع لوزارة التربية ولوزارة الشباب والرياضة، وكنا نتفاهموا على المسائل هذية ما نتصورش اللي ثم إشكال. حتى لو كان معناتها توا ما نجمناش يعني في الوقت هذا خاطر ما نعرفوش وزارة التربية اسكو معناتها مستعدة ولا مش مستعدة، كان مستعدة ما عندنا حتى إشكال. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.